الكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركته علينا آمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن ترك نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.